يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هجر الرسول صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا، يقول بعض العلماء ويستدل بهذا الهجر على أنه يهجر أهل البدع، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح. هؤلاء ما هم أهل البدع، الصحابة رضي الله عنهم، لكن حصل عليهم التخلف، ولا شك أن التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالأمر الهين، ولكنهم تابوا، تاب الله عليهم، ولا ينقص ذلك من صحبتهم ولا من حقهم رضي الله عنهم. أنزل الله توبتهم وتاب عليهم ليتوبوا، وذكر الله ما جرى منهم من الندم، ومن أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ذكر الله ندمهم وذكر ما حصل عليهم من الضيق ثم تاب عليهم. أما أهل البدع هذا صنف آخر، البدع هي الإحداث في الدين، هي الإحداث في الدين ما ليس منه، هذه البدع. هؤلاء ما أحدثوا في الدين ما ليس منه، إنما هم تخلفوا عن الغزو فقط وليس لهم عذر، تخلفوا وليس لهم عذر. نعم.